نهائية. وبداية أود أن أدعو أحد مشاركين في رئاسة هذه الجلسة معالي السيد سلطان المنصوري ليعطينا كلمته الختامية. شكرا جزيلا السيد كلاوس شواب. لقد كانت هذه الأيام محفلنا حاشدا مهما في هذه الأيام، وقد كان إثراء لدولتنا، ونفخر بأن نعرض ما تم إنجازه في هذه الدولة على مدى 41 عاما. وقد تلقيت كثيرا من الإطراءات، وهذه واحدة منها. نحن الإمارات نشاطركم هذا النجاح، لأنه دون قدرتنا في الإسهامات من مختلف الدول ومختلف أفراد هذه الدول لما تمكننا من هذا الإنجاز على مدى 41 سنة الماضية. أشكركم وأشكر كل الدول المشاركة في هذا النجاح. سأتحدث باللغة العربية، فمن يريدون أن يسمعوا باللغة الإنجليزية أرجو استخدام السماعات الخاصة. تنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي سعادة سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، الرئيس المشارك لقمة أصحاب السعادة السيدات والسادة الحضور، يسعدنا أن نرحب بكم في هذه الجلسة الختامية لقمة مجالس الأجندة العالمية للعام 2012. شكلت استضافة هذا الحدث المهم للمرة الخامسة على التوالي في الإمارات شرفا كبيرا لنا، حيث أكد هذا الحدث على المكانة والأهمية المتزايدة التي باتت تحتلها الدولة كوجهة لتعزيز النقاش العالمي حول قضايا العالم الملحة وامتلاكها لكافة مقومات النجاح والإمكانيات في استضافة الأحداث العالمية الكبرى. ومن هنا تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة وتحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي رعاه الله، على إذكاء وتعزيز روح المواطنة العالمية والتأكيد المستمر على أهمية الحوار الإيجابي والمشاركة البناءة مع المجتمع الدولي. وقد تجلت هذه التوجهات في انعقاد قمتكم هذه ومناقشتها لأكثر القضايا العالمية إلحاحاً عبر ما يفوق على 88 مجلساً ومشاركة ما يزيد عن 1000 من قادة الفكر والخبراء والأكاديميين، حيث تبادلوا المعرفة والآراء وأفضل التجارب والممارسات في التعرف على تلك القضايا والتعامل معها بمسؤولية وكفاءة واقتدار. ولا شك بأن المجالس شهدت تبايناً في وجهات النظر ومقاربة التحديات والقضايا المطروحة، إلا أنها نجحت في تغليب المنفعة العامة على المصالح الشخصية، وخرجت بتوصيات تعود بالخير على المجتمع العالمي ككل، وهو ما يستحق كامل الإشادة والتقدير والشكر من حكومة الإمارات لكم جميعاً، لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث. ولعل أول ما تبادر إلى الأذهان مع بداية هذه القمة هو كيفية الخروج بأجندة موحدة وجامعة، بينما كان الهدف الأكبر لتجمعنا هو الخروج بتوصيات ترسم ملامح التنمية العالمية المنشودة وتمهد لواقع معيشي أكثر أمناً وسلاماً واستقراراً. السيدات والسادة، نعيش اليوم في عالم مترابط حيث لا تعترف أمواج التغيير والتحولات بأي حواجز جغرافية، وهو ما يحتم علينا العمل معا وتحمل مسؤوليتنا مجتمعين أكثر من أي زمن مضى في وضع أجنة تواكب تطلعات العالم التنموية. وبالتركيز على منطقتنا هذه، هناك أكثر من 350 مليون شخص يعيشون في الشرق الأوسط وأفريقيا، يمثل الشباب دون 25 عاما 60% منهم، يطمحون جميعهم طبعاً في أرقى الخدمات على صعيد التعليم
والوظائف والإسكان، وتلبية تلك الرغبات تندرج أيضاً في إطار مسيرة النمو المنشود لهذه المنطقة. تلك الرغبات المنشودة والمشروعة للشعوب كانت على الدوام تحتل الأولوية القصوى في المنظومة الإنمائية لدولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم هو آخر يوم لهذه الجلسات، ومع اختتام جلسات قمتنا هذا العام أود أن أتوجه باسم حكومة دولة الإمارات بالشكر الجزير والامتنان لكم جميعا على مساهمتكم البناءة ومشاركاتكم الإيجابية أيضا في هذا الحدث الهام. نتطلع للترحيب أيضا بكم مستقبلا في هذه الدولة، دولة الإمارات. نتطلع أيضا إلى مشاركاتكم في مؤتمرات قادمة في دولة الإمارات، في مؤتمرات كثيرة تزخر بها هذه الدولة على ممر العام كاملا. مرة أخرى أشكركم على تواجدكم، ونتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا. وأود الآن أن أدعو السعادة سامي القمصي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، لإلقاء كلمته الختامية. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة معالي السلطان المنصوري، سعادة بروفيسور كلاس شواب، أصحاب السعادة، ضيوف الكرام، أود أن أعرب عن خالص الشكر للقائمين على قمة مجالس الأجندة العالمية من المنتدى الاقتصادي العالمي لاختيارهم دولة الإمارات للمرة الخامسة على التوالي لاستضافة هذا الحدث العالمي الذي يعكس نجاح الدولة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص في احتضان هذه المنصة العالمية التي تجمع نخبة من المفكرين والخبراء وصناع القرار الذين يحددون من خلالها أهم القضايا العالمية والحلول المطروحة لمعالجتها في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية وغيرها. ونفخر بنجاح شراكتنا المستمرة مع المنتدى الاقتصادي العالمي منذ العام 2008، إدراكاً منا لحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقنا في تقديم حلول فعالة تسهم في تعديل مسار العالم نحو الأفضل. وتتميز هذه الشراكة بتطورها على مدى السنوات، حيث ازداد عدد مجالس الأجندة العالمية ليصل هذا العام إلى 88 مجلساً بمشاركة أكثر من 1000 مفكر وخبير عالمي. قمة مجالس الأجندة العالمية 2012 لم تتميز بكبر حجمها ومواضيعها فحسب، بل بما شهدته أيضاً من فعاليات على هامشها كفعالية منتدى الهيئات والمجموعات الدولية الذي شارك برئاسته معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، والذي أطلق لأول مرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تواصل قادة الهيئات الإقليمية مع نخبة من الخبراء والمفكرين العالميين المشاركين في القمة، وتم خلال هذه الفعالية مناقشة التحديات والمخاطر المشتركة والتحاور من أجل تحفيز مجالات التعاون الدولي ضمن المصالح العالمية العامة. ومن الفعاليات الرئيسية التي عقدت على هامش القمة فعالية الحلقات النقاشية التي تم فيها تناول تجربة دولة الإمارات ودبي التنموية في عدة قطاعات حيوية مع الخبراء العالميين، مثل الاستدامة في مشاريع البنية التحتية والحكومات المبدعة وتشجيع الابتكار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عرض نماذج حية لقصص نجاح أخرى. وتمكنا في هذه القمة أيضاً من تقديم فعالية المنتديات المفتوحة التي استضافتها جامعة زايد بدبي، وشارك فيه عدد من الكفاءات الوطنية والخبراء العالميين الزائرين، بهدف تزويد الطلاب والشباب وأعضاء هيئة التدريس فرصة لاكتساب المعرفة والتحاور المفتوح حول القضايا التي يواجهها العالم اليوم. الحضور الكريم، كلنا يقين بأن مناقشاتكم خلال قمة مجالس الأجندة العالمية قد أثمرت توصيات وحلول ذات قيمة مضافة لصناع القرار في العديد من القضايا العالمية الملحة، مثل التمويل
وتغيرات المناخ والأمن الغذائي والمائي وحماية الملكية الفكرية، فضلاً عن العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتعليمية وغيرها. كما نؤمن بأن القمة قد قدمت مجموعة من الملاحظات الهادفة والتوصيات التي تؤدي إلى إرساء الأسس تمهيداً لعرضها خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي في دافوس العام المقبل، حيث قدمت القمة فرصة ثمينة لتبادل المعلومات الهامة وعرض أفضل الأمثلة على مستوى المنطقة والعالم. في الختام، أشكر حرصكم على المشاركة في هذه القمة، ونتطلع إلى استضافتكم مرة أخرى في دبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً، هذه علامة صداقة كبيرة. أصحاب المعالي، شرفنا على الوقت الذي نشكر فيه. أولاً أشكر بداية سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب الرئيس، رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي. أود أن أشكر أيضاً حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على الشكر الخاص لكم من ترأستم هذه الجلسات معنا في هذه القمة، قمة الأجندة العالمية، وهذا اللقاء الافتتاحي للمنظمات الإقليمية. لقد كنتم مضيفاً كريماً و تستحقون كل الامتنان لجعل هذا اللقاء لقاء بناء وممتعا في آن واحد معا. دعوني أطرح السؤال أولا، من لم يكن منكم منبهرا بأمسية الأمس؟ أصحاب المعالي، لا أرى يدا واحدا رفعت هنا. أعتقد أن هذا ينطق شاهدا على دبي، فدبي مكان رائع رائع، هي الإمارات العربية المتحدة. وهي مكان يحمل رسالة عظيمة، منفتح، معطاء، كريم. وأود أن أشكر أيضاً أنتم أعضاء هذا مجالس الأجندة العالمية، وقد شاركتم بشكل بناء في الأعمال لهذا المؤتمر، وأنا أعرف أن هناك كثير من الأفكار والمقترحات التي تمخضت عن هذه القمة، وهذا يضع على كاهلنا مسؤولية كبيرة لضمان أن هذه الأفكار ستجد طريقها إلى عملية صنع القرار العالمي. أود أن أشكر أيضاً شركائنا وأعضاء المجالس، وأشكر أيضاً كل من ساعد وساهم لجعل هذه القمة قمة ناجحة. وهنا شكر خاص وتقدير خاص أوجهه لكل من اعتنوا بمجالس الأجندة العالمية. لدينا أكثر من 200 شخص من منتدى الاقتصاد العالمي، ودعونا لا ننسى الأفراد الكثر من شركائنا يمثلون شركائنا وعملوا يدا بيد مع العاملين معنا ليمثلوا شراكة حقيقية لجعل حياتكم بأسهل ما يمكن. والآن إن كان علي أن ألخص هذا اللقاء، بالطبع هذا يستحيل، أن ألخص بخمس دقائق كل ما دار في مجالس الأجندة العالمية. اسمحوا لي أقدم تلخيصاً خاصاً لما أشعر به كوني حضرت كثير من المجالس. كيف ألخص أنا هذه القمة؟ أولاً
حددنا كثير من القضايا والمشكلات والتحديات، ولكن عندما ننظر إلى عالم الغد ونتخذ أو نتطلع إلى التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، وعلى الرغم من كل الجوانب السلبية إلا أن النمو الاقتصادي سيستمر ليصل إلى 3.6% في العام المقبل، وإن افترضنا بمنظور متشائم كان أن 4% فقط على مدى السنوات العشر القادمة، سيكون هذا فيه مضاعفة لمخرجات الإنتاج العالمي على مدى السنوات العشر القادمة. وإن أخذنا منظورا أكثر إيجابية وقلنا أن النمو الاقتصادي العالمي سينمو بنسبة 5%، وهو فعلا نما ب 5% في الأعوام العشر الماضية، فإن إجمالي الناتج العالمي سيتضاعف لثلاثة أمثال، وهو ضعف ما هو عليه اليوم. هذه رسالة إيجابية، فإن نظرنا إلى معدلات البطالة ومشكلة البطالة، فاليوم 3 مليارات نسمة هم في قوة العمل، وهم يحركون الاقتصاد العالمي الحقيقي، 3 مليارات. وحسب التقرير البنك الدولي الأخير 600 مليار في سوق العمل على 15 سنة القادمة. وفي الواقع مع استمرار النمو سواء كان بطيئاً أو سريعاً، سنتمكن من حل كثير من الإشكالات كإيجاد فرص العمل والقضاء على الفقر، إلا أن الإشكالية تبقى والتحدي كذلك يبقى في أن علينا جعل هذا النمو شاملاً على المستوى المالي وعلى المستوى المحلي والدولي، لأنه دون هذه الشمولية فإن مجتمعاتنا ستنهار. والمسألة ليست هي فقط بالشمولية التي نحتاجها، بل أيضاً نحن بحاجة إلى إعداد أنفسنا من أجل مرحلة التغيير، لأن الاقتصاد العالمي سيكون شكله مغاير كلياً لما هو عليه الآن خلال 15 أو ربما 40 أو 50 سنة. وبالتالي فإن عملية إعادة الهيكلة التي علينا تنفيذها يجب أن يطابقها إيصال المهارات والمواهب والخبرات التي نحن بحتاجها في الأسواق المستقبلية. دعوني أتطرق إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الحوكمة العالمية. كثير من النقاشات دارت حول هذه المسألة، وبالطبع نحن بحاجة إلى إصلاح النظم الرسمية والمؤسسات الرسمية الحالية وهيكليتها في العالم. كما علينا أن نفكر بشكل تقدمي، وبرأيي وحسب ما سمعت في المجالس المختلفة، فإن المستقبل سيكون مؤسساً على شبكات المصالح المشتركة والأهداف المشتركة وشبكات العمل المشترك. وبالتالي فإنني أعتقد أن الهيكلية التي يجب أن تتمخض في عالمنا هي خليط من هيكلية الحوكمة المنظمة والمهيكلة، ومدموجة بشكل غير رسمي، وهو عبارة عن شبكات غير رسمية بتعاون غير رسمي، وهذا سيشكل شبكة رائعة في هذا الإطار. وهناك تعليق ثالث أود أن أدلي به، وهو يتعلق بالمجالس وذو صلة بمسألة التشبيك. نحن نفخر بأن نكون
رائدا في نشر هذا المفهوم، مفهوم الشبكات والتشبيك، ولكنني أخرج من هذا الاجتماع أكثر اقتناعا بالمنهاج الذي اتخذناه، فهو القرار الصائب ليس بالمنهاج التقليدي. المنهاج التقليدي كان قائما على الأعمدة الثلاث، وهي الحوكمة، التجارة، والمجتمع المدني، لكن في الواقع نحن علينا أن ندمج في هذا النسيج العالمي شيء آخر، وهو أعمدة أربعة إضافية. أحدها هو صوت الحقيقة، صوت الصدق. إن أردنا أن نعالج القضايا الدولية العالمية علينا أن نكون أكثر انفتاحاً ونعبر عن ما يدور في أذهاننا. نحن بحاجة للأكاديميين، نحن بحاجة للعلم، لأن العالم سيكون في 15 سنة القادمة سيسيطر عليه الثورة التكنولوجية. لهذا فنحن بحاجة إليكم، وأعتقد أن في هذا الإطار أنتم تمثلون مصالح جديدة لعملية صنع قرار عالمي جديدة، وعلينا أن ندمج أيضا حركة جديدة إضافية هنا، وهي ليس فقط صوت الحقيقة بل صوت الصواب. وأنا سعيد ويسرني أن أرى ما دار من أعمال في المجالس المتخصص التي تحدثت وناقشت القضايا الأخلاقية والنزاهة، وهذا هو الصوت الذي يجب أن ندمجه، لأننا إن لم يكن لدينا قاعدة ميثاق أخلاقي مشترك للتعاون الدولي، فإن هذا التعاون لن يكون مستداما. وهناك صوت ثالث إضافة إلى الأعمدة الثلاث التقليدية، وهو صوت الشعب السوري، أو الفئة الشابة. وهنا أفخر بالعمل الذي قامت به دبي وأبوظبي في هذا الصدد. فإذا كانت 50% من سكان العالم دون سن 2 فإننا بحاجة إلى دمجهم، وليس فقط دمجهم بل كما سمعنا من المنصة، فلا أدري من قال ذلك، فإن هذا الجيل الشاب يمكن أن يعلمنا اليوم كيف يجب أن يكون عليه شكل العالم المعاصر. وليس كافيا أن ندمج هؤلاء فقط، الشباب والجيد والصالح، بل علينا أيضا أن ندمج صوت المرأة، صوت النساء، ليكون للمرأة دور فيما نقوم به. سمعت أن هنا إجماع على هذه المسألة، ونرى العالم كيف يتشكل وكيف يصبح عليه، فهذا يضع على كاهل المرأة أيضا دور. دعوني أختتم قولي بهم واحد ومقترحين. الهم هو عندما ننظر إلى عملية التحويل المهولة التي تحدث في أصقاع العالم، في كل عملية تحول يكون لدينا نقاط انقسام. هذا التحول قد يذهب في طريقه المأساوي أو الضار. هذه مخاطرة، نعم هي مخاطرة تواجهنا جميعا، لكن بإصغائي إلى المجالس على مدى 48 ساعة الماضية، أعتقد أن هناك 2013 سيكون عاما حاسما، عاما بكثير من هذه النقاط، نقاط الفارقة، نقاط التحول. وطرح علي سؤال من
عدة مجالس بأن نستغل هذه المنصة وأن نناشد القيادات وخاصة في تلك الدول التي لديها قيادات جديدة أو التي تعززت فيها القيادات السابقة، أن يكرسوا العالم العام القادم الحاسم بوقتهم وطاقتهم الإيجابية لرعاية القضايا العالمية وليس استيعابها عبر القضايا المحلية. القضايا المحلية لا بد من حلها، لكن يجب أن يكون هناك بعد عالمي لنجعل عام 2013 عام تعاون عالمي حقيقي. سيداتي وسادتي أصدقائي الأعزاء، السؤال المطروح أمامنا كمنتدى اقتصادي عالمي وهي مسؤوليتنا أيضا، كيف يمكننا أن نجعل العمل والمخرجات لهذا الاجتماع، اجتماع المجالس العالمية، أكثر فائدة وأكثر نجاعة في الطاقة الإيجابية الموجودة؟ ونحن هنا أود أن أعلن أمامكم مقترحين وبعدهما زميلي مارتين أقميو سيسألكم إذا كان لديكم مقترحات إضافية. المقترح الأول يرتبط بمنصة الأجندة العالمية. عندما ننظر إلى ما يحدث في العالم، كثير من المنظمات، ليس نحن فقط بل كثير من المنظمات، تحاول أن تتوصل لحلول لما يحدث في العالم، إلا أن هناك تعاون ضئيل وفي بعض الأحيان معلومات ضئيلة حول ما يحدث في لدى هذه المؤسسات. إذن ما نعمل عليه هو التوصل إلى منصة مشتركة للمجالس العالمية، للأجندة العالمية، كي يكون هناك مبادرات يتم تحميلها على هذه المنصة، مبادرات من مؤسسات ومنظمات مهمة، وهذه المنصة ستكون مكانا يوفر لكم الفرصة بشكل متواصل للتفاعل وتعطوا المشورة وأثناء تنفيذ الكثير من المبادرات التي تقدمها مؤسسات ومنظمات عالمية مختلفة. هناك مبادرة ثانية وهي أن جميعكم لديكم حكمة كبيرة في عقولكم، ونحن نريد أن تتوفر الحكمة هذه لكم كمجموعة، ولكن أيضا لمجتمع الأعمال العالمي، أي لأكثر من 5000 شخص في العالم. وما نأخذه في الاعتبار هو أن نعطيكم جميعا فرصة مرة على الأقل في العام لتعبروا عن قلقكم وأفكاركم بشريط فيديو قصير أو تسجيل قصير نوفره لأعضائنا في مختلف الدوائر التابعة لنا، وحيث أن هناك أكثر من 1000 قائد في المجالس العالمية، سنوفر هذا لإمكانية أن يحصل الجميع على فكرة لما تتمخض عنه أفضل العقول، ونأخذ ملخصات من الرؤساء، رؤساء المجالس، فأنتم مدعوين إلى المكتب البيضاوي أو المجلس أو إلى الرئاسة أو الرئاسة، ويطلب منكم أن تقدموا المشورة حول المسائل الرئيسية التي في المجالات التي تتخصصون بها. ما هي القضايا الرئيسية وما هي توصياتكم حيالها؟ لأعطيكم فكرة عما هو في بالنا، سنعرض عليكم شريطا أعددناه
أعددنا عدة شرائط وسنعود فيما بعد إليكم. الفيلم الذي سترونه هو رومان نبلت، مدير تشاتن هاوس هنا معكم، موجود معكم، وهو عضو في مجالس العالمية من أوروبا. وقد اخترنا فيديو حول قضية تم نقاشها بشكل حثيث هنا، وهي الأزمة الأوروبية. وبالطبع لدي مصلحة شخصية في اختيار هذا الفيلم، لأنني أنهيت للتو كتابا قصيرا صغيرا حول هذه الأزمة الاقتصادية الأوروبية، وسيتوفر بنسخته الإلكترونية الأسبوع المقبل. سنشاهد هذا الفيلم ونأخذ بالاعتبار أننا سنطلب من كل منكم بما يتوفر لديكم من موارد. سترون نسخة نموذجاً وسيساعدكم على تنفيذ الفكرة. الفكرة هي أننا معاً، نحن لا نجتمع فقط ونتفاعل عبر المؤتمرات عن بعد، بل لابد أن تكون معلوماتنا متوفرة لحلقة موسعة من صناع القرار. سنعرض عليكم الفيلم الآن. سنرى هذا الفيديو، وأشكركم وأشكر الجميع وأشكر كل الحضور ممن عملوا جاهدين لجعل حياتنا أسهل. وأود أن أشكر بالخصوص ضيوفنا، وأرجو منكم التصفيق. My name is Robin Nib. اسمي روبن نبلت، وأنا مدير تشاتام هاوس للشؤون الدولية، وأنا هنا لأعطي نبذة عن أوروبا وخاصة الزخم والإجراءات التاريخية التي اتخذت لمعالجة الأزمة المالية الأخيرة. لم تفكر الدول في التخلي عن سيادتها المالية، وكيف تقرر الحكومات أين تنفق ميزانياتها؟ يعتقد الجميع أن الاتحاد الأوروبي هو اتحاد اقتصادي، ولكن الواقع أن هذا يغفل الحقيقة أن الاتحاد الأوروبي هو مجموعة من الدول التي اجتمعت. وما سنراه على مدى السنوات المقبلة هو أن الدول سوف تتجه لإعادة تحديد معنى سيادتها، وهذا الأهم في الإجراءات المتخذة الآن، لأن الحكومات باتت تفهم معنى الاتحاد الضريبي والمالي، وهذا يعيد تحديد معنى الأمة. وهنا نتحدث عن معالجة تداعيات الأزمة المالية، لأن الدولة التي تقع ضحية أزمة مالية سوف تطالب الدول الأخرى بمساعدتها للتغلب عليها، وهذا لم يكن قائما، ولذلك وقعنا في الأزمة المالية. فإذا ما أضفنا كل الاقتصاديات إسبانيا إيرلندا وغيرها، نرى أن الدين على مستوى الاتحاد الأوروبي أقل من الدين الأمريكي. هذا يحمل الكثير من التداعيات بالنسبة للحكومات من حول العالم، فهالأمر لا يتعلق بأوروبا التي تدرس وضعها، ولكن أيضا دول خارج منطقة هذه المنطقة تنظر إلى أوروبا. فإذا كنت في الولايات المتحدة ومعظم الشركات في البلاد تستثمر في أوروبا، ومعظم الاستثمارات في الولايات المتحدة تأتي من أوروبا، فإذا ما انهار الاقتصاد الأوروبي سوف يؤثر سلبا وبشكل جذري على الولايات المتحدة. وأيضا هناك تجارة كبيرة جدا وصادرات كبيرة من الصين إلى الاتحاد الأوروبي، وتحاول الصين أن تنهار
تنتقل أو تغير من اقتصادها، ولكن سوف يكون ذلك صعبا. وبالتالي التحذير الأهم برأيي هو أهمية فهم التجارب التي تجري حاليا وحجمها، وفهم الحكومات أنها بحاجة إلى شراكات في مجالات مختلفة، بيئية واقتصادية وغيرها. سوف يكون دوما هناك مساومات على تحديد الأولويات لما يجري في الاتحاد الأوروبي، وهي أولويات تختلف عن الأولويات خارج الاتحاد الأوروبي، ويجب على القادة أن يركزوا داخليا على مدى السنوات الأربع المقبلة وأكثر من أي وقت سابق. وإذا ما كنت أصدي النصائح للحكومات الأوروبية أنصحها بأن تأخذ بعين الاعتبار نتائج كل ذلك، فسوف يتحول إلى سياسات عالمية. لننظر إلى ألمانيا، أنجيلا ميركل تتخذ قراراتها على ضوء الوضع الداخلي، وهذا ينطبق على كل الدول ليس فقط على ألمانيا، وهو طبيعي. وبالتالي يتعين على البرلمانات أن تشارك أكثر في الإشراف واتخاذ القرار وفهم ما يجري في هذه العملية. موطن القلق الثاني الذي أدعو الحكومات إلى الانتباه إليه هو أنه إذا نجحت أوروبا في هذه العملية، فإن الدول والشركات سوف تستثمر في المدى البعيد، ويؤدي ذلك إلى إيجابيات كبيرة في المستقبل. لذلك يجب أن ندعم أوروبا، وأوروبا إذا ما اجتمعت هي من أكبر اقتصاديات العالم، وحتى إذا سجلت تراجعا نسبيا مع تقدم الصين والولايات المتحدة، سوف تبقى رغم ذلك إحدى ركائز الاقتصاد. ولذلك من مصلحتنا أن نقوم بدعمها للقيام بهذه العملية بنجاح، ويتعين على الحكومة في الخارج أن تمنحها الوقت المناسب وأن تفهم فائدة كل ذلك، ليس فقط لأوروبا ولكن لمختلف الدول والحكومات. فأوروبا تحتوي على الكثير من السكان المتعلمين والكثير من الشركات، وفيها حكم القانون الذي يؤدي إلى سهولة التوقع، وهي ظروف مؤاتية لا نجدها في مكان آخر. ولذلك يجب أن نراهن على أوروبا في المدى المتوسط والبعيد رغم الصعوبات الآنية التي تواجهها. مع اختتامنا المناقشات الثرية على مدى الأيام الثلاثة الماضية، نرى أن الأفكار التي طرحت في المجالس سمعت في الجلسات، ولكن أيضا من حول العالم. كان لدينا تغطية إعلامية واسعة لبعض الأفكار والنقاشات والحوارات، فأعطيكم بعض الإحصائيات وأقارنها مع العام الماضي، لأننا تمكنا من التوصل إلى ضعف المقالات مقارنة مع العام الماضي. وكان هناك 2000 مقالا في الإعلام التقليدي، وكان لدينا حركة على موقعنا بزيادة 50% مقارنة مع العام الماضي، وكان لدينا 2000 رسالة على تويتر في الساعة الأخيرة تغطي مناقشاتنا للأيام الثلاثة الماضية. أود أن أدعو بعض أعضاء الشبكة للتحدث عن جلساتنا وعن كيفية تأثيرنا أكثر على هذه الشبكة حتى بعد اختتام أعمالنا هنا في دبي. بداية، رئيس شركة إيدي فنتشرز وعضو في إحدى المجالس للتحدث عن المناقشات. شكرا. مجلسنا يعزز الشركات الناشئة، ونحن نحاول القيام بعمل يشبه أعمالنا في المجلس. والواقع أن صاحب المشروع الناجح هو
الشخص الذي يضع مؤسسة ناجحة تستمر بنجاحها حتى بعد رحيله. والآن أترأس هذا المجلس بعد جورج فوستر، وبعد ذلك سوف أنقل هذه الشعلة إلى شخص آخر، وهدفنا هو أن يبقى المجلس بعدي وبعد جورج. والقيمة تأتي من خلال تصميم منهج يساعد أصحاب المشاريع على القيام بالشيء نفسه، وللتوصل إلى مؤسسات تتمتع باستدامة وكفاية ذاتية حتى بعد خروج صاحب المشروع منه، والاستفادة من بعض القدرات المتاحة للتواصل مع الأشخاص ومساعدتهم على التوصل إلى بيئات اقتصادية مستدامة لمصلحتهم ومصلحة شركائهم لكي تزدهر هذه الشركات. شكرا. الكلمة الآن لروجر تين، وهو أستاذ في جامعة كاليفورنيا، وأيضا حصل على جائزة نوبل للكيمياء عام 2008. استخلصت من هذا الاجتماع بعد ما لخصه البروفيسور شواب، وأيضا مداخلة بروفيسور كينغ الأمس. ذكر بروفيسور شواب أننا إذا ما حافظنا على معدلات نمو بأربعة أو خمسة بالمئة سوف نقوم بمضاعفة إجمالي الناتج المحلي على مدى السنوات الأربعة عشر المقبلة. والبروفيسور كينغ أشار إلى أن ذلك سوف يتطلب توسيعا كبيرا للطبقة الوسطى وطلبا كبيرا جدا على موارد محدودة. وقد استمعنا إلى أن الطلب على الموارد في السبعينيات كان كبيرا وأنذر بأزمة وشيكة، وكنا نعتقد أن ذلك أنه بسبب الزيادة السكانية، ولكن الآن الأمر لا يتعلق بالزيادة السكانية ولكن بالطبقة الوسطى. يجب أن نسعد أن هناك تحسنا في المستوى المعيشي لعدد أكبر من الأشخاص، ولكن الواقع أننا لا نعرف من أين نأتي بالموارد ضرورية للاستجابة إلى حاجاتهم. في السابق تفادينا الأزمة في السبعينات بفضل التكنولوجيات التي تم تطويرها آنذاك، ولكن الآن أرى تكنولوجيا واحدة وحيدة نقوم بتطويرها، وهي المواقع المجتمع أو المواقع الاجتماعية والإنترنت وإلى ما هنالك. وإذا ما تخلفنا عن النمو المضاعف في الصحة وفي الطاقة وإلى ما هنالك، إذا لم نحرز تقدما في هذه المجالات إلى جانب التقدم في الإنترنت، فسوف تتأزم الحالة ونقوم بطرح مشاكل إضافية من خلال الإنترنت، ولكن هناك حدود لذلك. لن نتمكن من إيجاد حل للسرطان من خلال الإنترنت، وهذه هي المشكلة الأكبر في المجال الصحي. المشكلة سوف تكون عدم تواصلنا، ولو كان ذلك صحيحا لكان ستيف جوبز على قيد الحياة اليوم. إذن المشكلة هي كيف يمكن أن نوسع نطاق الابتكار لأشياء تشمل ما هو خارج الإنترنت وشبه الموصلات، و لنستفيد من الإنترنت قدر المستطاع، ولكن يجب أن نعرف أن هذا وحده لن يكون حلا لمشاكل العالم، ويجب أن نبتكر الحلول التي لا تزال غير موجودة حتى الآن. شكرا. أود أيضا أن أعطي الكلمة للمجموعة بشكل عام للتعقيب على ما قيل، ولكن أيضا على طرح أفكار إضافية حول كيفية توسيع نطاق فعالية هذه الشبكة. تفضل. اسمي زينب دايغلينغ من اسطنبول.
وأود أن أعلق على فكرة الأشرطة التي نتشاركها، وأشدد على أن لدينا صوت الشباب وصوت النساء، وهذا يسعدني كثيرا. ويمكن الآن للشابات أن تقوم بالتعبير عن أفكارهن. ربما تسلطين الضوء على بضعة أفكار استمعت إليها أثناء جلسات المنتدى. أنا جزء من المجلس الذي يعالج البطالة، والبطالة هي من بين المسائل الشائكة المطروحة اليوم. وفي الوقت نفسه أنا صاحبة مشروع، وأرى أن التكنولوجيا سوف تلعب دورا مهما جدا في المستقبل. وأثناء تخطيطنا للمدى المتوسط وللمستقبل، من الصعب أن نتوقع المستقبل، وبالتالي يجب أن نحاول أن ننظر في كل هذه التحديات وصولا إلى الفرص المتاحة، وأمل أن تتمكن النساء في المنطقة من الاستفادة من سرعة تغير التكنولوجيا. هل هناك أي تعليقات أخرى من المجموعة؟ اسمي ريتشارد ميلر من مجموعة أو كلية الفيزياء في بيركلي. مع مضاعفة العدد أو التركيبة السكانية، ومع تعزيز مستوى الطبقة الوسطى، سوف يكون هناك مضاعفة للحاجة إلى الطاقة، مما سوف يؤدي إلى مضاعفة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلا إذا تحلينا بالحكمة. أنا أؤمن بالتكنولوجيا، وهناك الكثير من الحلول التكنولوجية، وتبقى المسائل الخاصة بالحكمة الأهم في حل هذه المشكلة. وأقترح أن يكون لدينا سبيلا حكوميا لمعالجة الحفاظ على الطاقة وفعالية الطاقة. يجري ذلك بشكل منفرد على مستوى الشركات، ولكن هناك ربح كبير جدا نستفيد منه إذا ما حثينا الحكومات على العمل في هذا الاتجاه، وادخار 3/4 الطاقة المولدة، وإضافة إلى الانبعاثات. هناك الكثير من التغيرات الإيجابية، وأنا أؤمن بالتكنولوجيا. أعتقد أن هناك ابتكارات في مجال الطاقة قد لا نلاحظها لأننا في خضمها، ونرى فقط ثورة الكمبيوتر بعد إحراز تقدم كبير. ولكن أنا أرى أن هناك الكثير من الحلول المقترحة والمتوفرة، والتي يمكن أن نستخدمها. ومن بين أحدث التطورات هو اكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي من حول العالم، مما سوف يولد ربع الانبعاثات مقارنة مع استخدام الفحم. ولكن هذه الحلول لا يمكن أن تطبق فرادة من قبل الدول. يجب أن نجتمع كمؤسسات وشركات وحكومات من حول العالم لمعالجة هذه المسائل بطريقة منتظمة. هل من تعليق أخير؟ شكرا جزيلا. أنا من اليابان، وأعمل في إحدى المجالس. ناقشنا خريطة الطريق وصولا إلى عام 2050، ولاحظنا أن كل ما نفعله اليوم لا يوصل بنا إلى مستقبل أفضل. فلدي اقتراح للجميع من الشيوخ والشباب، لماذا لا نبدأ بأن نكون مثالا يحتذى للمستقبل، وأن نكون متواضعين أمام الطبيعة ومتواضعين في استخدامها، فنكون مثال يحتذى للجميع. شكرا. جيف ليتمان من نموذج الجديد أو المجلس الذي يعمل على نموذج جديد للسياحة. تقليص القيود غير الضرورية في ضبط الحدود سوف يسمح
للأشخاص بالتجول وكسب فهم أفضل عن بعضهم البعض، وقد يؤدي إلى خلق ملايين الوظائف الجديدة على مدى العقد المقبل. وهذا يتطلب منا فقط مخيالا ورؤية نراها تتجلى بوضوح في مثل هذه الاجتماعات. تعليق أخير قبل أن نختتم الجلسة. أنا فيرجيل جيانا من البرازيل. أود أن أسلط الضوء على الحاجة إلى الجمع بين النمو كما قال البروفيسور شواب مع الحاجة إلى تقديم خدمات طبيعية وأخذ بعين الاعتبار الطبيعة. والواقع أن الأمازون تولد مجموعة من الخدمات البيئية المناسبة، وإن لم نكن قادرين على وضع قيمة مالية على ذلك والتشجيع على الحفاظ على هذه الطبيعة وخدماتها، لن يكون لدينا مستقبلا مستداما، وهذا هو التحدي للمستقبل. كما تعرفون هذا ليس مجرد قمة بل هي عملية مستمرة، حيث نود إشراككم في تقديم الأفكار والتوصيات بطريقة منتظمة، ونقوم بدعمكم في ذلك وضمان الاستمرارية من خلال إعطائكم رابطة رقمية للاستمرار في هذه المناقشات ومشاركة الأفكار من حول العالم. الكثير منكم سبق لكم أن شاركتم في أفكاركم، ونأمل أن تستمروا على مدى العام المقبل على أن نلتقي مجددا العام المقبل في الإمارات. شكراً.